الاجواء العيد جميله، عرفت علي كيف؟ صله ارحام امبارح اول يوم العيد، وطلعت لف يعني على القرايب والاهل والاخوان، وثاني يوم العيد ترفيهيه للاهل اللي هو اولاده الواحد. والله الحمد لله أجواء سعيدة وأجواء مرح وسعادة، ننعم فيها بالأمن والأمان في بلدنا الأردن الحبيب في ظل قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني، الله يطول بعمره. الحمد لله رب العالمين، الله يعيده علينا وعليك بالصحة والسلام إن شاء الله. والحمد لله يعني فرح الأولاد وزور رحمه الواحد. الحمد لله رب العالمين، يعني العيد الله يرجع فلسطين يا رب والأقصى يا رب. آمين يا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والله أجواء العيد حلوة وما شاء الله عليهم الأطفال يلعبوا وما شاء الله عليهم، يعني الألعاب هذول صغار وأطفال بس. والله أجواء العيد ممتاز جدا، يعني بلشنا من صلاة الفجر على صلاة العيد، وبعدين صرنا نزور الأرحام من بيت لبيت، واليوم إن شاء الله طلعنا مع الأطفال نفرحهم بالملاهي وبالأجواء عند قرايبهم والأحباب تبعهم إن شاء الله. بداية أنا بهني جلالة سيدنا بمناسبة العيد الفطر السعيد، وأجواء العيد أكيد فرحة للجميع الصغار والكبار، وأكيد فرحة بتكمل لما يكون الصغار معاك في هيك أجواء.